المستقبل تاع البلاد، على هذا يعني نطلبه يعني من الشباب هذا اولا ينظم نفسه، ونطلبه كذلك من الادارات وفي اعلى الدولة ان يكون اهتمام للتعاون مع هذا الشباب ولترقيته ولتقدمه للصالح العام. وكان مسألة أخرى وهذلك كذلك الأطر اللي راهم موجودين الآن واللي عندهم دور كبير يعني في التقدم تاع البلاد، لأنهم يعني ناس عندهم اختصاصات وناس يعني نجموا يعملوا يعني بكيفية يعني اللي تكون في الصالح العام. ولا هذا انا اظن باللي كاين يعني لابد ان نبحثوا وين صفات البلاد نتاعنا. على كل فيما يخص الاقتصاد، اظن باللي ان الاقتصاد تاع البلاد كانت له مرحلتين، المرحله الاولى وهو التجربه الاولى وهو الاشتراكيه، ونعرفوا واش يعني خرج من هذه الاشتراكيه. على كل حال ربما كان بعض يعني النتائج، ولكن كذلك يعني كان المسائل يعني ما وصلتمش هذه السياسه. هذا ماذا بيا لكن نديروا هذا العرض الا باش نجوزوا عليه بصفه يعني خفيفه، ماناش باش ننتقدوا. المهم الام هو الانسان ينظر الى الواقع قبل كل شيء، والواقع نتاعنا معروف. الشيء اللي يسجع وهو وهذه ما يشغل النظريه نتاعي، النظريه نتاع الاختصاصيين والناس السياسيين، ان للجزائر مؤهلات وامكانات. المؤهلات وهي اولا وهو الاطر. الجزائر هذه مده 30 سنه يعني كونت رجال وكونت شباب مثقف وكونت اطر يعني مقتدره، هذه يعني المؤهله الاولى. وعندنا يعني كذلك يعني امكانات في البلاد فلاحيه ويعني معدنيه وهكذا، وهذه يعني تجعل من لان الجزائر لها الامكانات نتاعها اولا باش يعني تقدم الى الامام، وبالاخص تخرج من الازمه اللي راها فيها. الجزائر في ازمه، وما نخافوش نقولوا باللي الجزائر في ازمه. ما هي الاسباب نتاعها؟ ربما ما هوش يعني الظرف باش نبداو نبحثوا جهاد وكذا. اليوم عندنا ازمه، عندنا ديون يعني ثقيله في الجزائر، عندنا يعني مشاريع يعني ماهيش تمشي، عندنا يعني البناء، عندنا يعني مسائل شتى. شفت اليوم يعني مع الولايه يعني الانجازات وكذلك المشاريع يعني اللي راح يعني يهتموا بها وربما يحبوا ينجزوها. وعلى هذا نجم نقولوا بلي ان الجزائر لها المؤهلات ولها الامكانيات باش تخرج من هذا الحاله اللي راح فيها. فيما يخص اليوم يعني التوجيه الاقتصادي، يعني التوجيه الاقتصادي نتاع البلاد اليوم واضح، فهمت؟ من بعد الاشتراكيه تجربه نتاع الليبراليه او يعني الاقتصاد السوق، وهذا يتطلب بعض المسائل. ماذا بيا انا مانيش اختصاصي في الاقتصاد، ولكن ماذا بيا نوضحوا بعض المسائل. عندنا قطاع يعني عمومي وكان قطاع خاص. ما لهت القطاع العمومي لابد ان طهروه، يعني هذه لا سينيسمون الفو دي كو نوزاليون يعني دون فاسون يعني ديسيدي كذا. في القطاع هذا كاين قطاعين، يعني قسم على قسمين. كاين قطاع اللي نجم ينهض بنفسه وهذا الدوله تتعهد باش تعاونه وتصفي الحسابات نتاعو باش ينمو ويعطي نتيجه. كاين قطاع اخر اللي راه يعني في خسران كبير، وهذاك الوقت لابد ثاني كذلك نلقاو له حل. هذه النقطة الأولى. لا كذلك عند القطاع الخاص، القطاع الخاص كذلك يكون يتعاون مع القطاع العام. عملنا يعني في هذه الآونة الأخيرة وهو القطاع العام يعني يعاكس القطاع الخاص، وهذا ما كانش في الفائدة نتاع الوطن ولا نتاع الاقتصاد نتاع البلاد. هذا كاينين كذلك هذه الصناديق نتاع المساهمة. كاين صناديق المساهمة ماذا بنا كذلك نعملوا منهم أداة يعني لتصليح اولا للتطهير وللتصليح باش نجعلوا الانتاج نتاعنا هذا الصناديق يعني الفلوس نتاعها لازم تعاون المشاريع اللي تكون عضوه يعني فيها انتاج وكذا. والانتاج علاش متركب؟ اولا وقبل كل شيء ما نديش على المواد الاوليه وكذا، ولا على اليد العامله. يعني في السنين الاخيره
بعض طبقات من الجزائريين كانوا يستنوا كلش من الدولة، الدولة تعطي لهم، الدولة كذا، هذا ما يخرجناش، لا الدولة عندها، ولكن هذه الدولة ما عندهاش الإمكانات يعني باش تعطي للناس كل. وهذا نشوفوا مثلا تاع الطبقات، ما نقولش باللي الشعب الجزائري أو الشبيبة نتاعو ما تعملش وما لهاش اجتهاد، هذا يعني بعيد مني هذه الفكرة، ولكن بعض الناس حتى يعني كذا كذلك الكسل وما يقبلوش بالخدمة اللي تكون كذا. ونعرفوا باللي العمل ولا يعني العام يعني نتاع التقدم ونتاع النمو وهو اليد العاملة، أولا بالأفكار وبالعمل، والشعوب اللي ما تجتهدش والشعوب اللي ما تعملش، هذه الشعوب يعني تمشي يعني ما تتولي إلى الوراء ما فيش. عندنا مسألة أخرى وهي كذلك تنظيم نتاع الضرائب والنظام الجبائي. الضريبة ماهيش لكن حد دخلنا في السوق لابد تكون ضرائب، ضريبة هتصحح كذا كما هذه لاتيفيا كذا، لابد نعرفوا باللي كاينين مسائل لابد توقع به توقع توازن. هذه الضريبة ماهيش باش الدولة يعني تعمر الصناديق نتاعها، وإنما باش تصلح بعض الناس يبدأ نفهموا باللي أن الضريبة أو التنظيم الجبائي ماهوش القصد نتاعو يعني دو بيناليزي دي جون، أو كونتير سي دي تابلير ليزيكيليبر. ولا هذا لكن دخلنا يعني في اقتصاد السوق لابد نقبلوا بهذه المسائل، نذاكروا فيها، نشوفوا يعني ما هي صالح نتاعها وماذا بنا كذلك يعني في هذا الميدان. وهذا يعني هذا هو يعني الخطة يعني نتاعنا، وهو نجعلو باللي أو في الأعلى نتاع السلطة وزير وغيره ما يعملش غير واحد ويعطي أوامر، وإنما بالإعانة نتاع الناس المعتنيين بهذاك القطاع وهو المذاكرة نتاعهم وللبحث على الإنتاج وحده، ثانيا على التقدم، ولا ثالثا على المصلحة الوطنية. وهذا أنا أظن باللي في الجزائريين كان أكل الروح الوطنية وكذلك هذا الأطر يجب يفهموا قضية، وهو يعني كان مصالح الشخصية ما فيها الشك، ولكن لكن درنا المصالح الشخصية هو الحافز وهو المحرك نتاع البشر، هذا ما ينتفعش منه المجتمع. ولهذا مادبيا نطلب من الحاضرين ومن الأطر ومن جميع الجزائريين أن يفكروا ديما في فكرة، وهو أن الصالح العام يجب يكون قبل المصلحة الشخصية. وليد بالله شفنا رجال، وهذا رانا نشوفوها عايشينها اليوم، يعني كان الناس عندهم يعني إمكانات وكذا، يعني ولو كان يكون في يدهم العمل يعني ينجموا يعني ما هالشعب الجزائري لا وجود له. مثلا شفنا في مسألة تاع رمضان، شهر رمضان طلبنا من الوزارة المتكلفين باللي ماذا بنا الأسعار كانت ما تطلعش، احنا كانت هذه ظاهرة في الجزائر، هو جاء رمضان هو يعني يعني الأسوان تطلع إلى السماء كذا، بدينا نبحثوا من جاية وجد طبقة صفاقة في الجزائر لمصالحهم الشخصية ينجموا يعني يطلعوا الأسوان، ما عنده حاجة في الفقير والإنسان اللي المداخل نتاعو يعني ضعيفة، هذه كلش ماذا بنا هاد الناس يعني نحاربوهم، نحاربوا الفساد، نحاربوا الناس هذول ينحرفوا لأنهم عت المصلحة نتاعهم أعلى من المصالح يعني نتاع المجتمع ويعني المصالح الوطنية. عندنا مسألة أخرى، أنا على كل حال هذو رؤوس أقلام ماذا بيا نأكد عليهم فيما يخص يعني الاقتصاد نتاع البلاد والتوجيه نتاعو. حاجة أخرى وهو قبل هذا النهار يعني كنا كانت يعني سياسة ربما نتقدموا مثلا في مسألة البناء. قال هذا العام نبنو 60 أو 70 أو 80 ألف، جي آخر السنة ما نبنوش هذا الشيء، ولكن ما نديروش يعني تقييم واش درنا واش ما درناش، لابد هذا لي بيلون سي نيسيسار. كل مرة ما نديرو مشروع ولا نديرو يعني كذا وعود يعني الناس كذلك في آخر المطاف قال هذا نتجناه وهذا ما قدرناش عليه. لماذا؟ لأن كانت هذه تخص وهذه تخص، هذه يعني الوقت نصحوا نفوسنا، وهذا يرجع إلى الطلب من الناس وهي الرؤية نتاع الحقيقة ونتاع الواقع قبل الروحو يعني في الخرافات وكذا والحسابات كذا. وعلى هذا يعني نجعلو بلي يعني في كل سنة نديرو كذلك تقييمات يعني الشيء اللي نتجناه والشيء اللي ما نقدوش ننتجوه ولماذا، هذاك الوقت يعني نصحوا نفوسنا. كان قضية أخرى وهي القضية نتاع الأطر، هذه قضية عندها أهمية كبيرة. كان واحد الطبائع يعني وجدت في الجزائر، مش عارف في أوطان أخرى موجودة ربما، ولكن في الجزائر يعني كاينة موجودة وكانت يعني هدامة، وهو
يتبدل وزير يتغير يجي هذاك الأطر كلي يبعدهم ويجيب ناس أخرين. هذا جزائري ولا هو يعني مقامة ولا هو يعني عمل. وعلى هذا إذا من حافظوا على هذا الطاقات الحية في الجزائر ولا هذا كان ينشلوا قانون ليحافظ على الأطر هذه ويعطي لهم الطمأنينة باش يخدموا لصالح العام وما وش يجي إنسان يعني أو وزير أو مسؤول مهما يكون يبدأ سمعت يشطف في الجماعة هذا لخرج ما وش ولد بلاده هذا ما يصلحلوش هذا ما وش ماشي في الطريقة نتاعو وهذه يعني من قلة المسؤولية. وعلى هذا المثال نتاع الأطر كذلك كذلك هذه من الأولويات لكن قلنا الأولويات نتاعنا وهي السكن والشبيبة وكذلك يعني لا فورماسيون ما قلتهاش بالعربية لا فورماسيون التكوين كذلك هذه المسألة نتاع الاستقرار نتاع الأطر كذلك أولوية لأن ماذا بينا نعطوا الشعب نتاعنا قاعدة. مثلا قريت واحد تحليل واحد المقالة النظام في فرنسا يقول لك باللي أن المسائل يعني كل في يد الأطر هذه العليا لكم يد الإطار هما اللي يفدهم الملفات يفدهم الحكومة تنجم تبدل ولكن صالح العام موجود لأن كان الناس يعني قائمين بهذا الأعمال وفي يدهم الأرقام وعندهم الملفات وهذه كذلك نحافظوا على هذا الشبان نتاعهم ونحافظوا على هذا الأطر للدور نتاعهم دور يعني أساسي في المجتمع وفي تسيير الإدارة. على كل هذه بصفة شمولية يعني النظرية نتاعي فيما يخص هذا الميدان. وعلى هذا كنا فكرنا في فكرة وهو أن نرجع لهذه المسألة تاع التجمع الوطني ربما ناس ما فهموش ما هو الهدف نتاعو ما هي الفلسفة نتاعو ما هي الأهداف نتاعو. الهدف نتاعو وهي طالعنا وهذه ربما مسألة ثانية بديهية يعرفها الخاص والعام لكن ما كانش تعاون ما بين هذا الشعب والقادة نتاعو ما كانش تقدم يجب يكون تعاون. أولا كي حكينا على الأطر الأطر في كل المستويات هاد الناس ماذا بينا ترجع لهم الثقة في نفوسهم بالله راهم قادرين يعملوا ونعطوا لهم مجال فين يعملوا وكذلك تعاونهم الدولة وتسمع لهم لأن اجتمعت مع الطلبة واجتمعت مع الشبان لهم مشاكل عديدة ولكن الشيء اللي حسيته في هذا الشبان نتاعنا ماذا بهم هاد الدولة والمسؤولين نتاعهم يعطوهم اعتناء كأنهم أشخاص لهم يعني دور في هذا المجتمع وحقيقة الناس تكون عندهم دور في المجتمع. وعلى هذا ماذا بنا هذا الشعب الجزائري والناس لواعين فيه ولجين من بعد وهو توقع فيهم هذا الروح الوطنية ويعرفوا باللي عندهم دور مهما يكون يعني الدور نتاعو كثير ولا يعني كبير ولا صغير عنده دور. اولا هذا التعاون يوقع في القاعده اسمنا هذه القاعده نصحوها من 62 ولا يد بالله من بعد الثوره ما وقعش التحام ما بين القمه وما بين القاعده وهذه كان يعني هذه جامعه خلل حتى الانسان يعني عاد ما يمنش في السلطه نتاعو عاد ما يثيقش في الدوله نتاعو ويقول لك يعني الناس كل سراق والناس خطافين ويجي للمنصب غير الفائده نتاعو كذا الذي بنا يعني هذه المسائل يعني نبعدوها من المجتمع نتاعنا للصالح العام. ولا هذا ماذا بنا هذا التجمع الوطني يكون اطار ليتلاقوا فيه الجزائريين يتذاكروا فيه يتبادلوا فيه الافكار ولو كان نكونوا مانيش متفقين على بعض الخطط ولا على بعض التوجيهات ولكن لازمنا نعرفوا باللي المصلحه العامه يعني المصلحه نتاع الجميع هذه لازمنا نتفقوا عليها يعني فوق كل شيء. وعلى هذا الشعار نتاع التجمع الوطني وهو الجزائر اولا وقبل كل شيء لازمنا نعرفوا باللي لكن دون عن هذه الجزائر ما تتقدم الى بينا كي نقول بينا وهو القاعده والقمه جميعا. حاجه اخرى هذا الانسان اللي يكون في القمه الجزائري كما الجميع يعني وإنما كان ظروف ربما كان ماضي كان يعني كذا يجعل باللي هذا الإنسان مسؤول ولكن هذا الإنسان مسؤول علاش مسؤول به يجي يتمتع باش يعني يستفاد. لا نظن باللي في الجزائر كان طاقات وشفنا يعني هذه في الحرب التحريرية هذا الشعب اللي يقبل بتضحية جسيمة باش يعني يتحرر
يعني من القيود يعني نتاع الاستعمار، ومشكل قيود الاستعمار، لان الاستعمار فيه اشكال، وهي الفقر، وهي الجهل، وهي يعني يعني هذه المسائل وكل مرتبطه، لان هذا الشعب ما كانش يعني عنده الحريه باش يعني يعمل للمستقبل نتاعو بنفسه ويخطط لنفسه كذا. اليوم الحمد لله لنا السياده، ورانا يعني تحررنا من هذه القيود، ولكذلك عندنا مسائل اخرى، وهو يقول لك ربما الاستقلال كان في زمنه يعني كان يتطلب تضحيات كبيره، ولكن البناء يتطلب اكثر، لان البناء هو الجهاد الاكبر، البناء وهو تكوين دوله واحده. ثانيا وهو هذا الدوله ما تنجم تكون يعني دوله ماشي غير في الهياكل نتاعها او الشخصيات اللي فيها، هذه الدوله ما تكون دوله الا كان هذا الشعب واعي، وهذه الدوله يعني نابعه منه. وعلى هذا هذه الفكره نتاع الديمقراطيه نرجعوا لها، لان نعتبروا باللي المواطن عنده حق، عنده حق في يعني في التصرف، عنده حق كذلك في الاختيار نتاع من المسؤولين نتاعو، ولا بد ان نتعاونوا مع هذا الشعب نتاعنا. وعلى هذا هذا الظرف اللي رانا نعيشوا فيه ظرف يعني مؤقت، لان صارت يعني مسائل في الجزائر يعني همله كبيره فيما يخص حتى نصفينا يعني الواحد الخطر، لان نعتبر خطر وهو الانسان او جماعه او افكار تكون دينيه او جهويه اللي يحبوا يفرضوا ارادتهم يعني على الشعب. هذه ماذا بينا نتعدوا منها، الشعب له ناس مفكرين عنده افكار كذا، ماذا بينا نتعاونوا معهم، نتعاونوا لو كان الافكار نتاعنا تكون يعني مختلفه في بعض الميادين، ولكن نجعلوا باللي المصلحه الوطنيه تكون اعلى المصالح، والجزائر والمستقبل نتاعها يكون ديما في الذهن نتاعنا. وعلى هذا في هذا المحادثه اللي رانا نناوياكم، يعني ماذا بينا كل انسان يحس بروحه جزائري وحده، ويعني ماذا به يعني يجعل سؤال مع ضميره، واش راه يعمل الجزائر؟ على كل الناس كلها عندها عائلات، عندها اعمال، عندها كذا، كاينه هذه، ولكن كاينه مساله عليا، وهي هذا القطر نتاعنا، هذا الشعب نتاعنا، هذا الوطن نتاعنا يلزمنا نبنوه، ولكن يعني ربما نقولوا جاء الخارج عملنا، وهو هذه مسائل كنا دبنا بعدها منا، وهو الخير نتاعنا فينا والشر نتاعنا فينا، من عمل خير فلنفسه ومن اساء فعليه. وعلى هذا قلنا يعني هذا الظرف اللي رانا نعيشوه ظرف يعني مؤقت، هو جعلت يعني مقادير بعض المسائل، جعلت باللي البلاد كانت على حافه نتاع خطر، خطر كبير، لان رانا نشوفوا هذا الجماعات يعني المتطرفين واش راه يخرج منهم، ناس عادوا يخبروا يخربوا في بلادهم بيدهم، هذا انسان كي يحرق حافله او يحرق محل ولا يدير قنبله، ما هي الفائده نتاعو؟ هذا باش يصل الحكم، هذه فائده. وعلى هذا يعني بكل صراحه هاد الناس ماذا بينا ننبهوهم يعني على هاد الاعمال اللي ما كانش. وحاجه اخرى، وهو السلطه اليوم عازمه وصامده باللي تهني الشعب الجزائري من هذه العناصر المفسده. على كل كاين في هذا قلنا الوقت هذا الظرف هذا المؤقت، عندنا كاين اهداف للمجلس الاعلى للدوله، وهو استرجاع المهابه للدوله. الدوله هذه قلنا راها ما تركبش غير من فوق، وكذلك لكان يكون وعي وكذا، وعلى هذا التركيب نتاعها من الاطر وغيرهم وكذا حتى نصفل القمه، لان الدوله ما تنجم تكون عندها اولا في دول يعني في امه ما عندهاش دوله ما عندهاش. لأن الدولة هي اللي تصير، ولكن هذه الدولة اللي كانت نابعة من هذا الشعب وتعمل لصالح الشعب الحمد لله ونعطوا لها يعني القيمة اللي كافية، لكن هذه الدولة تكون يعني ما هي صالحة، هذاك الوقت هذا الشعب تكون الإمكانات وعنده الظروف يعني في انتخابات باش يغير هذا الأوضاع، والدولة اللي ما تحترمش نفسها ما يحترموهاش الناس. وعلى هذا الناس يكونوا في الدولة ولا في المستويات كذا، يلزم في المنطقة نتاعهم، في السيرة نتاعهم، في المعاملة نتاعهم مع الوطن يعني مع المواطن، تكون يعني مواقف لتشرف هذه الدولة. هذه الدولة من كذا، للدولة يعني تركب على القيم. القيم الشعب الجزائري معروف مثلا بروح المقاومة، معروف بالكرم، معروف بالشهامة الجزائرية، يعني بزاف يقول لك لي زالجيريان سون فيير، وراها لا فيرتي نتاعنا.
القيم تمست هذا القيم اللي تكون الأمم. لكن قال يعني أمير الشعراء شوقي إنما الأمم الأخلاق وما بقيت وإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الشعوب اللي ما عندهاش أخلاق ما هي الشعوب. بعض الناس كذلك هذه نقطة نبي نأكد عليها وهو يقول لك كاين الحقرة كاين حقيقة ولكن نظل الإنسان لصفاته الحقرة ربما يستاهل الحقرة. نعطي مثلا كان مثلا يصير في الشارع يعني مثلا ناس لصوص يجي يخطف امرأة ولا ينحي لها العرق تاعها وتشوف 10 من الناس ما يتكلموا شد يستاهل الإهانة لأن الإهانة الحقرة وقت قدامه وما كافحهاش. هذا كيفاش لكن حبينا ما نتحقروش يلزمنا نكونوا شرفاء يلزمنا كذلك احنا نعملوا باش المواطن كذلك في الشارع وكذا لأن الإصلاح ماشي ما يجيش من الدولة يجي من المواطنين يعني كذا ان الانسان المواطن راه في عائلة عنده وسط يخدم في مصلحة وعلى هذا نرجع بسيرته وبأخلاقه وبمواقفه يشرف هذه الدولة اللي شرفته بالمسؤولية. لكن هذه المسائل ما كانش ما كانش انسان مثلا في مسؤول يجي العمل يبدا على 8 يجي هو على 11 كيفاش حبيت العمال الاخرين ما يجوش على 12 ولا واحد وهذا بالحق لو كان يجي واحد يقول انت على هذا تجي لان المثل يجي من الاعلى. لكن هاد الناس يسيروا هذا الشعب والا عندهم مسؤوليه ربما مؤقته يعني وما عندهمش الخصائل ما عندهمش الفضائل ما عندهمش القيم اللي تجعلهم كذا ناس محترمين ما كانش. وعلى هذا يعني الهدف الاول نتاع يعني المجلس الاعلى للدوله وهو استرجاع المهابه والسلطه للدوله. لازم تكون عندنا دوله محترمه يعني من اعلاها حتى الاسفلها ونعملوا كذلك باللي راني اليوم في مسؤوليه عندي وقت كان بعض الناس المسؤوليات يقعد فيها إلى الأبد. مسؤوليات هذه محددة في الوقت ما الإنسان يكون صالح بسم الله ما هو الصالح يخلي طريق الناس أخرين صالحين. وأنا ماذا بيها الأطر أكل ماذا بيها تعمل باللي ديما توجد يعني ناس لينجموا يستخلفوهم. احنا لعبد البشر عنده حياة قصيرة وغدوارنا رايحين أكل الممات الوقت هو الإنسان كارش في هذه المسؤولية والناس تشوفها تلتهت على المسؤوليات كده. لكن إنسان مقتدر بسم الله وعلى هذا كذلك نجعله يعني تكون مقاييس وتكون يعني كذا فيما يخص المسؤوليات وهي الكفاءة وهي النزاهة وهي كذلك الإنسان يجي باش يعمل الاجتهاد إن العمل يعني كذا. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني وهو هذا تكلمت عليه وهو نرجع الطمأنينة للناس وهي في مسألة الأمن يعني ماذا بنا الأعمال نتاع العنف نبعدوهم منا فهمت. وهذا الناس اللي دو يستعملوا العنف راها يعني السلطه الحاليه وزير الدفاع في المره الاخيره هذه الايام الاخيره دار تصريح يقول احنا يعني رانا يعني مجتهدين ونعملوا كل باش ننحوا من الجزائر هذه العناصر اللي راها تبت في الفوضى وتبت يعني في الخراب نتاع الجزائر ورانا ما نولوش الى الوراء منهم. الهدف الثالث ما نتاع المجلس الاعلى وهو الرجوع الى المسار الديمقراطي. لا بد نرجع للديمقراطيه ولكن الديمقراطيه الحقه ماشي الديمقراطيه نتاع الغوغاء والديمقراطيه نتاع الدعايات ونتاع الاشاعات يعني كذا نملى الناس كذا ونديروا ما ندير ما ندير. قال له هذاك مره اخرى يقول لك الديمقراطيه وهي المدرسه نتاع يعني الكفاءات سي لا ديموكراسي اي لا تيراني دي زانكومبيتونس. يزمنا كذلك نعطوا خيمة للناس اللي عندهم إمكانات للناس مقتدرين هذو اللي حقهم يتقدموا إلى الأمام. وعلى هذا في المستقبل إن شاء الله نجعلوا باللي العلم ليكون هو في الدرجة الأولى. المشكل نتاع الجزائر ما هوش مشكل نتاع دين دين الإسلام دين الجميع فهمت. لا هوش دين نتاع إنسان ولا غيره هذا الدين نتاع الجميع. ويقول زغلول الباشا إن الوطن إن الدين لله والوطن للجميع. الوطن لله لا نعرف واش راه هذا السيد راه داير داخله هذا خلي الله يحكم عليه. لكن عندنا سيرة إسلامية الإسلام كان ديما يعني في الجزائر هذه مسألة يعني ما يلزمناش نبحثوا فيها لأننا كنا مسلمين كان واحد يصلي كان واحد طايح. يحكى أن السيد علي كرم الله وجهه قال لك جايز لقى واحد عربي يصلي ما لو كان يغسل في الصلاة نتاعه وقف مساميه لا تخلص قال له يا عربي قال له الصلاة ماشي هكذا قال له كيفاش قال له يعني الركوع والسجود يزن كذا قال له زيد صلي زاد صلى بالعقال حتى كذا انتهى. قال له واش تقول هذه خير ولا لا قال له لا احسن هذه بدها تهرب هذه درتها لك حقيقة لأن الأعمال بالنيات
الانسان اللي ما اهداهش ربي ما يجيش يهديه العبد. احنا ماذا بنا العلاقه اللي تكون ما بين الناس وهي العلاقه تاع المعامله. انا ما يجيش نحاسب انسان يصلي ولا ما يصليش، لكن هذا ربنا ماذا بيه يكون صلي واعتبر ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر. يعني الانسان اللي يصلي انا اعتبره باللي انسان ارقى من اخر وانظف منه. الدين في القلب والدين في الاعمال والمعاملات والسير الحسنه وفي الكرم، هذه هي الامور اللي لازمنا نبحث فيها. هذه الروحيات هي تاع الاسلام. وانسان غدوه كي تكون يعني في اوقات اللي جعشتها جزاء يروح يسب بروحه في سبيل الله، هذا يعني هذا دين. وعلى هذا نرجع للفكرة الأخيرة، وهو أن الهدف الأخير وهو الرجوع إلى الديمقراطية، ومعناه أن هذه الديمقراطية تكون شفافة. الديمقراطية لكن الناس ينتخبوا على ناس لأن عندهم مشروع، عندهم برنامج، ويتعاهدوا مع الناس هذوك اللي ينتخبوا معهم على مشروع معين. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين تاع الاسلام يساير هذه المواكب كلها، هذو اللي يكونوا يعني حقيقه مسلمين. الاسلام يواكب هذا التقدم. مجتمع اللي يستاهل يعني قيمه نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كما هذه. هنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام